من شاهد البرشا في العام الماضي وفي هذا العام وليس له فريق سيشجع البرشا مدى الحياة، هذه حقيقة. من شاهد البرشا في هذا العام التاريخي وليس له فريق سيشجع البرشا مدى الحياة. لا تستغربوا إن شاهدتم فريق برشلونة في العلاج النفسي في المستشفيات، قلتها سابقا وأعيدها حاليا، اللي يبغي يروق، اللي يبغي يهدي أعصابه يشوف مباراة برشلونة، جزء من العلاج قد يكون في الفترة القادمة. لكن ماذا لو كان المريض مدريديا؟ سامحني يا مدريد، كنت مستحيل الريمونتادا في وقت من الأوقات. اعذرني يا المرينجي، اعذرني يا المرينجي، لم أقرأ تاريخك جيد، لم أستدل بأرشيفك كثيرا، لم أعرف أنك لا تستسلم، لم أعرف أنك الملكي. مدريد، ريال، مرينجي، سمهم كما شئت، فالعنوان واحد. إذا فما ناس تحب تدخل التاريخ فأنت التاريخ نفسه يا الأبيض. يا سلام يا سلام على مدرسة الأرجنتين، هو سيد العربين، نجمة ذهبية أرجنتينية، والله أفضل هدية كروية عالمية، منتهى الإبداع، منتهى الإقناع، هو الأرجنتيني يا عيني. هذا الهدف، الجول، الجول، رونالدو، كريستيانو رونالدو، ألست الملك؟ ألست ابن الملوك؟ ألست من الملوك؟ أنا رونالدو البرتغيز. كلمهم يا رونالدو، علمهم يا كريستيانو، وقل لهم من تكون يا رونالدو. أنا قوت الكبير، أتشككون، أتنتقدون، لماذا أنتم عنه حاقدون وله كارهون؟ يسجل بالرأس، يسجل باليمنى، يسجل بيسراه، يتفنن، يستعرض بالرأس في الجول. جولاسو دي رونالدو، الملك كريستيانو أو التورنادو رونالدو.